ايه ده يا سيف؟ ده هي مش دي اوضه 50 شيد اوف جراي؟ حاجه زي كده يا سيف. الاوضه دي راس مالي، ظهري اللي بعتمد عليه، زي كده بالظبط. الصحفي اللي بيعتمد على قلمه، المهندس اللي بيعتمد على مسطرته، الطيار اللي بيعتمد على مكانته، والطباخ لما بيعتمد على مغرفته. خلاص عرفنا كل ده، انت بقى شغال ايه في دول؟ الموضوع مش ببساطه دي يا فخر. انا سيكريت سيرفيس ايجنت. مندوب مبيعات يعني زي؟ لا قصده عميل خاص يعني. عميل؟ اه يعني جاسوس. بايدي اطهرك من خياقه. عميل خاص يا متخلف، زي بوند. جيمس بوند. جيمس بوند ايه ده؟ انت شبه حسن الاسمر. وبعدين ايه البدله والحاجات دي كلها؟ هو ده الدريسنج روم بتاعك؟ لا، البدله دي سلاح يا ريتاش، والساعه دي سلاح، والنضاره دي سلاح، والجزم دي سلاح. انا بحارب بيه. بتحارب بيهم فين؟ في كونكريت يعني ولا ايه؟ ما تقول لنا يا عم الاسلحه دي بتستخدمها ازاي؟ كل الحاجات دي اسلحه يا سيف؟ يعني الساعه دي سلاح؟ الساعه اللي في ايدك دي سلاح يا سيد. فيها سهم صغير عليه سم خطير، ممكن يقتل اكبر كبير. انت بقيت تغني راب يا سيف ولا ايه؟ الله، دي الساعه دي حلوه قوي يا سيف، ممكن اخدها؟ سيب اللي في ايدك ده يا سيد، دي اسلحه خطيره وما ينفعش حد متخلف زيك يمسكها. والنبي يا سيف انا نفسي فيها قوي، انت مالك يا اخي بقيت بخيل كده ليه؟ والله لو مدتني الساعه دي بكون مفجر المكان ده بالبومبه دي. بس 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 بس، اهدى خالص اهدى، وانا هجيب لك الساعه، خليك هادي بس. معلش يا سيف، معلش والنبي، انت عارف ان هو مخه على قده وكنا مسمينه عبوتشا يعني، فمعلش. خلاص خلاص يا فخر، خلاص يا سيد، هديها لك بس ما تلعبش فيها. خلاص ما تلعبش فيها يا سيد، عيب. بقول لك يا اخويا، هي دي بقى مش ازازه مزيل عرق حلوه كده ترطب علينا في الشريف فشتين كده فوق؟ دي اسلحه ميتافيزيقيه يا فخر. الازازه اللي انت كنت ماسكها دي لو رشيتها على حد بتخلق فجوه زمنيه ممكن يقع فيها ويتوه. اما الازازه الزرقاء دي بقى فدي ممكن تلهيك، واللي فيها تجيبه فيك. طب وازاي يعني تلهيني واللي فيها تجيبه فيا؟ يعني انت لو اتضربت بالنار مثلا ورشيتها على حد تاني، الرصاصه تخرج منك وتخش الجسم. ده ايه اللفه البيع؟ عشان انا اقتل واحد بقى اقوم ضرب نفسي بالنار وراشش فتو؟ ياه، هات يا فخر، هات يا عم نجربها يا عم، ده بيقول اي كلام. خد يا عم الزفت. طب انا هرش عليك وهجيب اللي فيها فيك. ايه القرف ده؟ انت ايه اللي انت عملته ده يا متخلف؟ انت رشيت عليهم الرزه المزدوجه وعملت تقافز ارواح. يا عم بطل هزار بقى. هزار؟ طب اتفضل. ايه ده؟ ايه اللي جاب المرايه هنا؟ المرايه ليه ما بتعملش نفس حركتي؟ انا مش فاهم حاجه يا سيف. اللي حصل يا بني ادم ان روح مراتك ريتاج بقت في جسم اخوك فخر، وروح اخوك فخر بقت في جسم مراتك ريتاج. ايه صوبي عاملة كده ليه؟ وايه الشعر اللي على كف ايدي ده؟ لا 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 لا، مش قادرة مش قادرة. لا اهدي يا ريتاج، اهدي وكله هيبقى كويس. بليز يا سيب، بليز بليز سيبني سيبني، لا لو سمحت، مرايتي في شنطتي، عايزة مرايتي. انا عايزة مامي، عايزة مامي، عايزة مامي. ايه ده؟ انتوا بتشتغلوني صح؟ نشتغلك ايه يا متخلف انت؟ مش قالك ما تلعبش في حاجه؟ ايه ده؟ ايه المونوكير اللي في ايدي ده؟ انا كده بدات اتوتر، انا متوتر والخناقه هتجيب. اقول لك ايه بقى تاني؟ ما تعرفش علينا، هديك على وشك. استنى بقى لما نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. وحدوا الله يا جماعه، خلاص بقى، ده احنا مرينا بحاجات اصعب من كده بكتير. تخرس خالص يا سيد، ما اسمعش صوتك. مش كفاية، مش كفاية هتخليني عايشة في جسم سيد قشطة ده؟ معلش معلش، اهدوا يا جماعة. طب اسمعيني انت يا ريتاج، جايز تفهميني. انا مش زفت ريتاج، ولو قلت لي ريتاج دي تاني هشقك تلات تنصاص. يا جماعة اعذروني، ما انا برضو لسه متلخبط، مش واخد على الموضوع ده. انا حتى محتار هروح بمين فيكم. وعامة يعني سيف قال لي ان هو هيتصرف وهينزل دلوقتي يرجعكم زي ما كنتوا. طب افرض سيف ما عرفش يرجعنا، هنعمل ايه؟ معرفش بقى، ساعتها الصراحة هتبقى الأزمة عندكم انتوا. أنا لو عليا هطلقها وأتجوزك. تتجوز مين يالا؟ أنت. تطلقني؟ ده أنت كنت بتحبني. بتحبني إيه؟
ده انت بتعشقني عيش يالا وتسيبني كده يا سيد؟ يا جماعه برضو حطوا نفسكم مكاني. يعني انت كنت بتحبني عشان شكلي مش عشان انا ريتاج؟ يا جماعه اهدوا بقى، احنا في ايه ولا في ايه؟ خلاص بقى يا جماعه، انا اصلا مش طايق شكلي بالاحمر والاخضر اللي في وشي ده، ولا اللبس الطري اللي انا لابسه. تعرف اللبس الطري ده قيمته كام يا متخلف؟ وبعدين ما انت ملبسني لبس جرسون ومقعدني. اللبس اللي انت لابسه ده كله سينيه حقير. حقير؟ احترمي نفسك، انت بتكلمي رئيس نادي، رئيس نادي محترم. يبقى خلاص بقى انتوا هتمسكوا في بعض قدامي. اهو سيف جه اهو. اسف، عملت ايه؟ لقيت الجهاز اللي هيرجعهم بدل الكارثه اللي انت عملتها. طب يلا رجعهم بسرعه. قلت لك ما تلعبش في حاجه، بس انت برضو يا سيدي انا اسف ليكوا كلكوا، بس رجعهم بسرعه. طيب هو ده اللي هيرجعهم، بس لازم اظبطه على 6 سلسيوس. امولي بقى انتوا الاثنين امسكوا ايد بعض. ايه ده يا سيف؟ ده الجهاز ده شكله غريب قوي، وريني كده. اقعد انت ساكت، اقعد مكانك وما اسمعش صوتك. معلش يا سيف بليز، بس ينفع ما امسكش ايد الحقير ده؟ جرايتك تك، مش دي ايدك برضه. يلا يا سيف شغل الجهاز على الله التسهيل. اثبته كويس. اخويا الله يخرب بيوتكم، عملتوا فيه ايه؟ انت بتستعبط؟ مش عقلك الساعة دي فيها سم خطير بيقتل الكبير والرضيع؟ انت لعبت ليه في الساعة يا سيد؟ انت حكمت عليا بالاعدام وقتلته وخليتني اعيش طول عمري في الجسم ده. خلاص بقى انتوا هتعلقوا لي المشانق. هو انتوا قتلتوه؟ لا لا، قتلنا احنا لسه هنشرح لك. بس يا حبيبي يا سيف اخويا، يعني اليوم اللي قابلك فيه يقتلوك؟ يقتلوك؟ ده انت اللي قتله. لا انا كنت بظبط الستوب ووتش، طلع بالغلط سهم من الساعه قتله، مش قصدي يعني. بتظبط الستوب ووتش ايه؟ بتظبطه على توقيت امريكا؟ يعني انت صعبان عليك اخوك سيف، مش صعبان عليك مراتك اللي لابسه كرسيه بسبب جسم البغل ده؟ ايه ده، هو فخر كان بيلبس كرسيه ومش قايل لنا ولا ايه؟ ما خلاص بقى يا مرات اخويا ما تفضحنيش. خلاص ايه، ما انت اللي بتلبس كرسيه. بقول لك ايه، احترم نفسك. خلاص خلاص، مش عايز خناقه انا. اسبوع هترجعوا زي ما كنتوا. انا كلمت دكتور وليد وقال لي ان هو عنده ندوه في مسترد هتخلص كمان اسبوع، هيخلصها ويرجع يرجعكم. طب على الله التسهيل بقى، انا هروح على النادي دلوقتي. تروحي النادي ازاي يا متخلف انت؟ ما اكيد السحاوي لابد لك هناك. النادي ده مملكتي، محدش يقدر يقرب منه. محدش يقدر يقرب منه، ده السحاوي راح النادي ده اكتر منك. انت نسيت ان هو شنقك جوه النادي بتاعك؟ كفايه بقى طاقه سلبيه يا جماعه، تعالوا نتكلم في حاجه حلوه. ده النهارده حتى عيد جوازنا وانا حاجز مطعم حلو. روح اعوضك عن كل اللي فات. مش انا يا احول، مراتك هي اللي ورا. اه مؤاخذة، انا طبعا نفسي تعوضني يا سيد، بس ازاي هتعوضني وانا في الجسم ده؟ والله لو اتحولت الجسم فيل هتيجي معايا؟ يعني هتيجي؟ ده انا دافع حجز 150 جنيه. ياه، للدرجه دي بتحبني يا ابو سيف؟ اوعى ايدك دي بقى. يا سيد، ده المكان شيك قوي. مش كنت قلت لي كنت لبست دريس بدل القرف اللي انا لابساه ده؟ غيرت انت بنطلون البيجامه وظبطت نفسك وتز فيا انا. ها، مساء الخير يا فندم. مساء النور. ايه الحجز باسم مين؟ باسم سيد الشحات وحرم. اوكي. يا سيد، انت عارف ان دي اول مره نخرج فيها في مكان نظيف من بعد ما اتجوزنا؟ نعم. زي ما صاحبنا صاحبنا احنا اصحاب. ايه هنا؟ ازيك يا عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ طيب اتفضلوا ترابيزتكم هنا. ليديز فيرست. معلش انت عارف بقى ال سنك. لا يا سيد كده اتكتمت. معلش. واو واو، بجد الريستوران تحفه. حبيبتي انا عايزك اسعد واحده في الدنيا. الصراحه كنت هبقى اسعد واحده في الدنيا لو حجزت تيبل هنا في السنتر، يعني او مثلا على البار. القعده شيك برضو. لا، ما انا خفت نقعد على البار عشان البارمان وهو بيعصر ممكن يطرطش علينا. يطرطش ايه؟ هو بيعصر برتقان؟ هو احنا قاعدين عند فرغالي يا ابني؟ احنا قاعدين في ريستوران شيك. لا 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 ريتاج، ما تبوظيش المومنت، ما تبوظيش المومنت خالص يا ريتاج. اهدي اهدي خالص. معلش يا سيد، ممكن تحقق لي امنيه؟ ايه يا روحي؟ نتصور سيلفي مع بعض ارجوك. لا بلاش. معلش ما تبقاش بايخ. يلا. لا بلاش بلاش.
ما خلاص معلش يا حبيبتي ما تضايقيش نفسك، انا عامل لك مفاجاه احلى من مفاجاه المكان بكتير. بجد؟ كل سنه وانت طيبه يا احلى زوجه في الدنيا. ميرسي يا سيد، بجد ميرسي. الله، ايه ده؟ انت جايب لي حلق يا سيد؟ طب البسه فين ده؟ البسه فين؟ بص ودن اخوك مصمته ازاي؟ دي عامله زي القطايف، يعني اخرها تتحشي مكسرات وتتقفل وتتقلي في الزيت. استغفر الله العظيم، بس انا هاخد الحلق ده مش هشيله في الهدوم عشان فخر حرامي وهيسرقه. خليه معايا هنا. انا مش عارفه بصيتك ازاي يا ريتاش. ممكن تقول لي انت قاعد مبوظ كده ليه؟ انت وانت قاعد مع اصحابك بتبقى مبوظ كده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا فخر؟ قصدي ايه اللي انت بتقوله ده يا ريتاش؟ انا متلخبط قوي، انا مش عارفه بصيتك ازاي في اليوم الاسود ده. يوم اسود؟ يوم عيد جوازنا يوم اسود؟ قصدها يوم عيد صحوبيتنا يوم اسود؟ دي انيل على فكره، هو يقصد يوم عيد صداقتنا لان احنا اصدقاء من زمان يعني. ف تمام يا باشا تمام. حضراتكم طلبتوا حاجه تاكلوها؟ لا شبعانه مش عايز، قصدي شبعان معلش، اصل انا كنت ولد وحيد على 9 صبيان فتلاقيني بتكلم زي البنات كتير كده. لا لازم تاكلي، لازم تاكل خلصنا. اوكي هشرب اونيون سوب. تشرب اونيون سوب؟ لا انا مش قادر اكل حاجه تقيله، انا هاخد شوربه بصل. اوكي تمام، يبقى 2 اونيون سوب و2 بيكاتا مشروم وغان. تحت امرك يا استاذه. السلام عليكم. انا عارفه ان الموضوع صعب ومحدش يقدر يفهمه او يستحمله، بس ارجوك ساعدني. انا كان عندي حلم نفسي يتحقق من زمان، ان انت تاخدني تسهرني في مكان شيك زي ده. ده الجزء الاول من الحلم. الجزء التاني منه بقى انه احنا قاعدين يا سيد تقعد تدلعني. انت بتلعبي في ايه يا ريتاج؟ مفيش شعر. عندك حق. طب اعمل ايه يا سيد؟ اعمل ايه؟ خلينا ننسى، نحاول ننسى يا سيد. انا مش عارف انسى ولا عارف افصل بشنبك ده يا ريتاج. ماله شنبي؟ احلقيه. ما ينفعش. فخر الزفت اخوك ده قال لي لو حلقته هيحلق لي شعري زلبطة. انسى يا سيد ارجوك ساعدني وانسى، ننسى احنا الاثنين. مش هعرف انسى يا ريتاش. عندك حق عندك حق. استني رايحه فين؟ ما تمشيش. مش همشي، انا هروح التويليت اظبط الميك اب بتاعي. عشان انا قرفت. خلاص خلاص يا ريتاش، اتحكم عليكي بالبهدله، اتحكم عليكي تعيشي طول عمرك جوه جسم القذر اللي اسمه فخر ده، بعد ما كنتي اجمل بنت يتمناها اي. ايه ده؟ ايه الوسط ده؟ انا وسطي بقى شبه عوامات الساحل الشمالي. يا خساره يا خساره يا ريتاش، بس مش مهم، انا هبست حتى لو شبه شكوكو، وهعمل ميك اب. هو الميك اب اتعمل ليه؟ وعشان يداري الشنبات والدقون. انا هعمل كل حاجه حلوه ومش هيبان عليا، واديني سبت وفنانين ما حصلش حاجه، والوضع طبعا ما اختلفش في اي حاجه. ايه ده؟ مامي؟ الو؟ ايوه يا مامي. لا يا حبيبتي انا كويسه والله، بس هو سيد جوزي امبارح حلف عليا بالطلاق. اشيش معايا؟ فصوتي غش. لا عشان كده، بس انا كويسه. انا عايزه اقول لك حاجه يا مامي، انا كويسه، انا كويسه قوي يا مامي. ماشي ماشي، طب خلاص انا هبقى اكلمك بعدين. مع السلامه يا مامي. مع السلامه مع السلامه. ألاقي معاكي ماك كايندا سكسي؟ اللي جابك هنا يا حيوان؟ أنا شفتي؟ أنا حضرتك اللي بنضف الحمامات، بس ما كنتش أعرف إن في حد موجود جوه. أنا آسفة، أنا آسف. اتفضل اطلع بره. معلش حاضر، هاخد بس الميك اب بتاعي وشنطتي وأطلع بره يا فندم. مع السلامة مع السلامة. دي آخرتها يا فخر العرب. إن شاء الله أطلع من البت الصفرة دي وآخد الإسبراي وأخش في جسم ساديو ماني. على الله التسهيل بقى. يا ريتاش يا ريتاش، انت يا ريتاش. ايوه انا ريتاش. ايه؟
كابتن فخري عمل ايه بعد ما رجاله السحاوي سحلوه خدوه على بره؟ لا فخري كويس، ده طلع بره ادالهم علقه، علقه موت. علقه موت مين يا حاجه؟ ده واحد اداله على قفاه لطعه في الحيطه ما قدرش يفتح بقه. ده هو انت كنت واقفه بره؟ كنت واقفه يا ماما، وبصي وطى على رجله هيبص عشان يسيبه ما سابوش. خلاص بقى يا بطه، هو ما رضاش يستعمل قوته، انت عارفه فخر قوي وعنيف قوي يعني. عنيف قوي ده، شالوه رابعه وبقى يصوت زي النسوان، ورموه في شنطه العربيه زي الشوال. خلاص يا بطه، خلاص خلاص، هو ما رضاش يتخانق عشان ما يكسرش المكان. انت عارفه النادي لقمه عيشنا برضه. لقمه عيشنا. بقول لك ايه، مالك خايف عليه قوي كده؟ مش الكابتن بتاعي وعشره؟ وبعدين اليوم اللي ما بيجيش فيه كلام في سرك ما يتحسبش من عمري. الله اكبر، ايه ده يا شيخه؟ طب ليه ما قلتليش الكلام ده من زمان يا بطل؟ ايه؟ ليه ما قلتلوش هو الكلام ده من زمان يا بطل؟ بكس في يا ريت اشبع واسكتي. ايوه بقى يا بنت. لا 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 يا ريت اشبع، لا يا ريت اسكتي. ايه ده؟ ايه ده؟ تمرينة جديدة ولا ايه يا بطل دي؟ ايه؟ ده اسمه تمرين اللحظة الأخيرة في حياة الإنسان العاق. أهلا يا معلم، أنا ريتاج، أنا بنت. أنا أتعامل فيا كده؟ أنا اللي من طيبة قلبي كنت ناوي اخفف عنكم العذاب واريحكم بسرعه. طول عمر قلبك كبير يا معلم والله. ده انتوا هتشوفوا بالعذاب الوان. افتح لون في حياتكم هيبقى اللون الاسود. طب ما تخلي كحلي عشان بشرتي بس بيضه شويه، انا ريتاش فلازم اسود. يبقى اسود. اسود يا معلم، معلش. فين الشله يا بت؟ سيد وريتاج راحوا يتعشوا في المطعم. ايه؟ ده انا ريتاش صحيح ازاي يعني؟ سيد وفخر راحوا يحتفلوا بعيد جوازهم في المطعم. اخس. راحوا يغوروا في 60 داهية وراجعين على طول يا معلم. وماله؟ نستناهم. اهو نفرحوا سوا. ورونا التمارين دي بتعملوا فيها ايه؟ حاضر يا معلم، يلا يا بطتي، يلا يا بطتي. يلا يا ولاد. انت بتضحك على ايه يا حيوان؟ وبتصور ايه؟ وريني. بصي. ايه ده يا سيد؟ امسح الصوره الزفت دي. انت بتصورني يا سيد وانا في الشكل ده؟ ماشي يا سيد، انا هقوم امشي. يا حبيبتي استني بس، ده انا بهزر معاكي بفكك يعني. لا ما تهزرش معايا الهزار السخيف ده في يوم زي ده لو سمحت. طب اصالحك ازاي؟ نقوم نرقص. نرقص فين؟ نرقص هنا ونتبسط ونفرح وندلع نفسينا يا سيد. انت عايزاني انا وانتي بشكلك ده نقوم نرقص هنا في وسط الناس؟ وايه المشكله، هنتحبس؟ لا هنترجم. عندك حق، بس يا سيد، انا يا سيد كان نفسي ابسط يا سيد، وكان نفسي يا حبيبتي. انا فاهم ان ايه يا مسا التماسي يا قمر، يا مسا التماسي. كمان انا عايز اقول لكم على حاجه، بلاش نركز في المشاكل والهموم، الحقيقه ابسط من كده بكتير. نضحك، نتبسط، نرمي كل حاجه ورا ظهرنا، كله هيعدي. هو حضرتك اللايف كوتش بتاع المكان؟ لا شكله فقره هنا دلوقتي، هيطلع الكرباج ويركب حصان. ايه يا سيف، فين الفلاشه؟ فلاشه ايه؟ واضح حضرتك ان في سوء تفاهم، لان حضرتك بتقول لي يا سيف وانا مش سيف. وانت بقى اخوت توأم بقى صح؟ ايه ده، معقول سيف حكى لك عني؟ بقى من الواضح كده بقى ان انتوا سكاكير وعساسيل جدا، بس انا ما عنديش وقت اضيعه مع اتنين شبهكم. الفلاشه لو ما جاتش دلوقتي هيبقى اخر يوم في عمركم، انت وويني ذا بو ده. عجبتك؟ عجبتني يا كمان. ايوه بس انا مش سيف، انا سيد. او ماي جاد. طب قول توت توت يا رب اموت انا مش سيف. اقول ايه؟ توت توت يا رب اموت انا مش سيف. توت توت يا رب اموت انا مش سيف. توت توت يا رب اموت. عجبتك؟ ما عجبتنيش. لا عشان انت بقى بني ادم قليل الذوق، عشان تقتحم قعدتنا الخصوصيه دي بقمه الجالياتيشن اللي في الدنيا وقمه قله الاحترام اللي انت فيها دي. الله عليك يا فخره العرب. لا ومش كده وبس، لو ما مشيتش من هنا دلوقتي احنا هنندهلك السكيورتي يسكعوك علقه محترمه ويرموك بره المكان.
تنادي لي ايه؟ سكيورتي. سكيورتي حلو قوي. جاليوتيشن سكيورتي. طيب بص ديل، قبل ما تنادي سكيورتي عايز اوري لك حاجه. شايف ده؟ ده صوته عالي قوي واحنا في مكان هادي، اوكي؟ والطلقه لو خرجت ودخلت في جسمك طرطش دم كتير قوي وهتضايق الناس اللي حوالينا. لازم نشوف مكان هادي نتكلم فيه، اوكي؟ يلا بينا. Let's go. Security. مش ممكن تنزلني لاني اتزنقت. اوكي. شكرا. بجد. Winnie the Pooh.